اليوم على التواجد ديالك؟ أنا سعيد جدا صراحة، يعني كانت قسمة السعادة ديالي مع كل الرياضيين اللي حاضرين أنا في مؤسسة الحسن الثاني، المغاربة المقيمين من الخارج اللي أنا كنعرفوا القيمة ديالها ويعني الدور اللي كتقوم به يعني والضمان ديالها لاستمرارية العلاقات الأساسية مع المواطنين المغرب الخارج بوطنهم. وحنا هنايا يعني الزيارة ديالنا غادي تكون لهاد الوليدات ديال المغاربة المقيمين بالخارج، ندوزو مع واحد الوقت جميل جدا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى يستغلوا هاد الوقت الجميل، وخاصة كيف قلت الحضور القدماء اللاعبين وحضور المنتخب الوطني المغربي فوتسال اللي حقق انجازات يعني تاريخيا في هذه السنوات الأخيرة، يكونوا بالنسبة لهاد الوليدات قدوة إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله كلمة أخيرة للفوز للمنتخب الوطني. شوف المنتخب الوطني المغربي حنا يعني كلنا المغاربه كنا من منذ المباراه الاولى حاسين بانه عندنا منتخب قوي رائع فيه لعاب يعني في مستوى عالي جدا، مدرب هائل يعني عنده تجربه، خدا واحد التجربه في هذه السنوات الاخيره وحقق فهمتيني واحد الانجاز بالنسبه لحنا يعني المغرب يعني الاول من نوعه، ولكن يعني كنا للاسف هو من اللي كنشوفوا المنتخب الوطني المغربي كيظهر لي كانت تكون النهايه مع يعني المنتخب الاسباني، لانه جوج المنتخبات في عيون الجميع في عيون الخبراء كانوا الافضل في هذا الدوري هذا، وكان يعني المغرب كيستاهل الميدالية الذهبية صراحة. هنيئا لنا جميعا وشكرا لك سعيد.